افتتاح مصرف الرافدين فرع جامعة الموصل والذي يقع داخل حرم جامعة الموصل، ويعتبر أول فرع من فروع الرافدين يفتتح داخل مركز مدينة الموصل، وسيقوم بتقديم الخدمات إلى المواطنين والزبائن بكافة أنواعها ولكافة القطاعات. وفي بعد الأمر سوف نقوم بتحديث المعلومات عن حسابات الزبائن، وفي حال توفر السيولة النقدية سوف نبدأ بعملية السحب والإيداع وترجع الأمور كما كانت سابقا. بهذه المناسبة سيقوم المصرف بتقديم خدماته للزبائن من حسابات التوفير والجاري والسفاتج، وبهذه المناسبة شكر خاص لكل من ساهم في إعمار هذا الصرح العظيم من صروح مصرف الرافدين الذي بدأ الإعمار به في ظروف استثنائية. تشرفنا هذا اليوم بتلبية دعوة موجهة إلينا لحضور احتفالية فتح مصرف الرافدين فرع جامعة الموصل، وهذا المصرف الذي يعد الشريان الحيوي في التحويلات والاستعمالات المالية والاستخدامات المالية سواء على مستوى جامعة الموصل أو خارج جامعة الموصل. ونتمنى من وزارة المالية وبالتحديد من إدارة مصرف الرافدين وإدارة مصرف الرشيد بفتح المزيد من المصارف، خاصة إذا علمنا أن هناك تحويلة اقتصادية ونشاط اقتصادي تشهده مدينة الموصل، وهذه النشاط وهذا العمل يحتاج إلى ديمومة مصرفية، وخاصة من حيث الاستقبال والإيداع والتسليم والاستلام المالي، وبما يتناسب مع حجم وأهمية مدينة الموصل بشكل خاص ومحافظة نينوى وبشكل عام. تم بعون الله الحمد لله والشكر افتتاح مصرف الرافدين فرع جامعة الموصل، وبإسناد وبجهود مباركة من الدكتورة خولة الأسدي مدير عام مصرف الرافدين، وسيباشر إن شاء الله الفرع أعماله المصرفية بالكامل في القريب العاجل إن شاء الله. وإن شاء الله ندعو لكافة المواطنين الذين لديهم حسابات في المصرف لغرض المراجعة لتفعيل حساباتهم، وإن شاء الله الفروع مثلما تبقى من فروع نينوى إن شاء الله العمل مستمر بها، وتفتح قريبا فرع أثر فرع إن شاء الله. لا لا لا، يقوم بكافة الأعمال المصرفية، الحوالات، التحويل، استلام رواتب، كافة الأعمال المصرفية يقوم بها. استبشرنا خيرا بفتح مصرف الجامعة اللي راح يخدم أهالي الموصل، والحمد لله والشكر، وإن شاء الله مثل ما نقول العافية درجات، الموصل يوم عن يوم تكون أفضل. وبالنسبة للقروض السلف المتقاعدين إن شاء الله إحنا راح نتعاون مع بغداد ومع ننسق مع المصارف في سبيل أنه إطلاق هذه القروض اللي يستحقوها كافة المتقاعدين.